هي حافلة مخصصة لكابر النادي الرياضي الصفاقسي. بطبيعة الحال هنا من جاي بور ليكيب سينيور، دونك فيها ما يكفي من الرفاهة والراحة باش اللاعبين يقوموا بالتنقل نتاعهم على الوجه الأكمل وفي أريحية. الحافلة هذه داخلة في نطاق مشاريع هيكل السوسيوس الكبيرة، اللي آخر مشروع حكينا فيه مع بعضنا كان القسط الأول من اللوحات الإشهارية. اليوم مثل ما كان مبرمج أن الحافلة هذه تكون موجودة على ذمة فريق أكابر نادي الصفاقسي. شكر كبير لكل منخرط في هيكل السوسياس، احنا توا حوالي 6000 الحمد لله. يعني الناس هذوما اللي قاعدة تعطينا في 5 دينارات و15 دينار و20 دينار، الحمد لله سمحت لنا أن نمولوا المشاريع هذه ومشاريع كبرى، وما زالت مشاريع أخرى سترى النور إن شاء الله في النادي الصفاقسي. لكن شكر خاص لهيكل السوسيوس في أوروبا وبقية أنحاء العالم، لأن المشروع هذا متاع الحافلة الحقيقة سي ان بروجي كي ايتي انيسيي بار سوسيوس أوروب. معناها سوسيوس أوروب هي اللي فكرت المشروع هذا، وهي اللي اقترحته، وهي اللي دعمت ماليا ومولد جانب كبير من اقتناء الحافلة هذه. وتعرف معناها ناس تلامذة ودي زيتيديون ودو جون كادر في أوروبا وفي أمريكا وفي أنحاء العالم، وقت لا ينقص لك من الفلوس غادي باش يدعم النادي الصفاقسي، هذا ينم على حب كبير وحب خاص للنادي الصفاقسي. فشكرا جزيلا لكافة منخرطي هيكل السوسيات، وأخص بالذكر بطبيعة الحال سوسيوس أوروب. قديت كلفت الحفلة عن هيكل السوسيات؟ والله 400 ألف دينار، معناها ثمن الاقتناء والروفيتمون هكا ما وزيناها شوية، معناها بور والتأمين. المعلومة أن حافلة جديدة وبالقيمة هذه وكذا، يعني التأمين نتاعها مرتفع. 400 ألف دينار. حسب المسمع الناطق الرسمي لهيكل السوسيوس، السوسيوس من عمل إلى عمل، من نجاح إلى نجاح، بعد لي بانوليت نشوفوا الآن الكارجي للسي اس اس، الحفلة الخاصة من الطراز العالي. وي الحمد لله الحافلة وصلت البارح في الصفاقس. بروجي آخر من بروجي سوسيوس سي اس اس. للأمانة لازمني نذكر وأنه سو بروجي لا ايتي انيسيي بار لي زاديرون دو سوسيوس سي اس اس في أوروبا، وهم اقترحوا الموضوع هذا على الهيئة، على المكتب التنفيذي تاع سوسيوس نادي الصفاقسي في تونس، ودرسناها مع الهيئة المديرة ووافقنا عليه. والحمد لله اليوم لو بروجي لا ان شاء الله يعطي اكثر راحه واكثر راحه واكثر كونفور لل ليكيب سينيور، وان شاء الله نخليهم هكا انهم بلو معناتها لو دووا دو نو با غانيي دي ماتش. ان شاء الله كل ماتش يمشيو فيها البوس هذه ان شاء الله لازم يجيبونا الربح. باش نحكيوا الان على لي بانوليد، القسط الثاني ان شاء الله نشوفوه في الطيب لميري قريبا، وشنو المشاريع المستقبليه على المدى القصير لهيكل السوسيوس؟ الوغ دوزيام ترانش تاع البانوليد وصلت لتونس، ان شاء الله في ظرف 15 ايام نخرجوهم، فما اون بروسيدور ادمنستراتيف لازم تصير دو ديدوانمون. دونك اون فوا خرجناهم ان شاء الله باش نستغلوا التريف اللي باش تجي في البطوله باش نجموا ونستال لي بانو ان شاء الله هذوما في الستاد طيب ميري. في سوسيوس اليوم يحسوا اللي هما عندهم يد في الحافلة، عندما أعطى إعانة وعندما أعطاه مدوا يد المساعدة للنادي متاحهم، ومساهمين في النقلة النوعية اللي قاعد يشدها نادي الرياضي الصفاقسي على كل المستويات. ولذا أنا أعتقد أنه عندها معنى كبير ياسر الحافلة هذه، لأن جات من الانخراطات لسوسيوس الكل، واللي هي معناتها ثمرة من ثمرات اللي قاعدة تزداد للنادي الرياضي الصفاقسي. والنادي الرياضي الصفاقسي يظهر لي اليوم قاعد يتحول، فما نقله نوعيه في كل شيء. البنيه التحتيه شفتوا طيب المهيري اليوم معناتها تحسنت اموره. اليوم تلمينا باش نحتفلوا انجاز جديد للسوسيوس. هالانجاز
هاو رايا. السوسيوس بديت بحلمة، السوسيوس بديت بفكرة. مشروع هذايا متاع الحافلة اللي إن شاء الله تنال إعجاب فريق أكابر كرة القدم، وإن شاء الله تكون طالعة خير على فريق أكابر كرة القدم، وأكيد أن السوسيوس سيواصل العمل، أكيد أن العدد نتاع منخرطي السوسيوس باش يتضاعف. أنتم تعرفوا السوسيوس منذ نشأته إلى الآن تقريب 5 سنوات معناه عمل فعلي تجاوزنا 1,000,000 دينار من الاستثمارات، وهذا مبلغ كبير وهام، خاصة إذا كان نعرفوا أن المبلغ هذا متلمت بال5 دينار وبال15 دينار وبال20 دينار. السوسيوس الحمد لله يظهر لي وخلطنا ال6,000 تقريبا. نقول إن شاء الله بهال هي بالإنجاز متاع اللوحات الإشهارية قفزنا من 1,500 تقريبا ولا 2,000 إلى 5,000 ولا 6,000. اليوم إن شاء الله نقفزوا ل12,000 إن شاء الله. من هنا ديسمبر يكون العديد يلتحقوا بالهيكل هذايا ويساهموا، لأن هذايا أنا نعتبره إنجاز كبير. الحافلة هذه وكل الإنجازات اللي عملتهم سوسيوس بالنسبة لي إنجاز كبير، لأنه كما قال سي صلاح الدين الزحاف بمساهمات الناس من عرقهم ومن مالهم، وهذا عنده ميزة كبيرة.